وسهلا بحضراتكم الفيديو الرابع، اللقاء الرابع زي ما انا كاتب لحضراتكم هنا. ليه فكر حضراتكم باللي احنا عملناه الثلاث لقاءات اللي فاتوا. مره ثانيه بعيد وازيد لحضراتكم في ان احنا مش بعلم هيروغليفي لطلبه كتله صرف، مش بعلم هيروغليفي، لكن احنا ازاي تتعلم لغه، ازاي تعرف لغه بلدك دي كانت بتتكلم ازاي، لغه بلدك دي كانت بتدرس ازاي. لان اللي انا بقوله ده كانوا بيتعلموه الاولاد على ظهور الكراسات، على القطع الخشبيه، على الكراسات بتاعتهم، زي ما كانوا زمان بيعلمونا ايام ما كانت الكراسات الورق الحلوه دي اللي بالجلاد قبل الجلاد، كنت تلاقي مكتوب على الورق حاجه اسمها ارشادات. فكانوا بيعلموا الاولاد ارشادات، يكتب موضوعات، يتعلم يكتب ازاي لغه بلد، ازاي احط الفاعل، ازاي احط، ازاي يتعامل مع الجمله. فاحنا المرات اللي فاتت اتكلمنا، عرفنا اللغه، المرة اللي بعديها اتكلمنا على الحروف بتاعتنا، هيتكلمنا على الجمله الفعليه، واتفقنا ان الجمله الفعليه هنسميها التسميه دي سجن اف، وقلنا ان سجن اف معناها فيربال سنتنس، جمله فعليه، لكن هنقسمها من جوه الجمله الفعليه لفعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر. يعني زي ما اقول يقول احمد وقال احمد وسوف يقول احمد. قلت ان لو الفعل والفعل جايين ورا بعض زي ما اقول جد احمد، نكتب احمد بقى الهيروغليفي كده، يبقى فعل وفعل مفيش بينهم زي البلدي كده عزول، يبقى ده مضارع. طب لو قال احمد قلت لكم هنقول جد ان احمد. هيجي بعضكم يسالني طيب الان دي لما نمشي هتقابلنا كتير اعمل فيها ايه؟ هعلمكم بعد شويه ازاي اقدر افرق بينهم. لو طالما في ان بين الفعل والفعل تبقى ماضي، لو في الايخ اللي كلمه معناها سوف جد احمد، سوف يقول احمد، يبقى ده المستقبل. وقلنا انه لو جه الفعل جد احمد برضو وبينهم تو في النص يبقى قيل احمد، اللي هي الباسف او المبدي للمجهول. دول الاربع حالات اللي احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. النهارده مع بدايه محاضرتنا هنبدا نشتغل على جزئيه مهمه جدا. الجزئيه دي هي ايه؟ الجزئيه دي هي ما يتعلق بالجمله الاسميه. طيب خلوني اسالكم سؤال بسيط جدا في البدايه، وانت قاعد احنا بنتكلم مع بعض. الجمله الفعل، الجمله الاسميه اللي اتعلمنا انها مبتدا وخبر، مبتدا وايه وخبر. تعلموا الخواجات يعلمونا جمله من المبتدا سبجكت والخبر بريديكت. جميل. المبتدا اسم او ضمير، احمد او هو. خبر اسم او جر ومجرور او ضمير او صفه. دول الاربع اشكال اللي هيقابلوني اعرف منهم ان الخبر هو ايه او الجمله الاسميه. يعني لما اجي اقول اس عنخ رجل حي، هنا اصبحت عنخ داخل كانها صفه لكن هي خبر ليها، رجل كذا. طيب المصري القديم علمني ان عشان اعرف المبتدا والخبر لازم اعرف مجموعه من الضماير، مجموعه من الضماير. استاذن حضراتكم وانتوا دلوقتي قاعدين، لو حد بيكتب او حد بيسمع، استاذنك تقسم الكراسه بتاعتك او الكشكول بتاعك او الورق اللي معاك زي انا ما هقسم. ادي هنا الضمير، بعد كده هلاقي عندي ثلاث ضمائر اساسيه، في ضمائر ثانيه بس انا دول اللي هيعلموني اشتغل منهم باستمرار. ضمير متصل، وده بيسموه الاجانب suffix pronoun. ضمير متعلق، وده بيسموه dependent pronoun. وضمير منفصل، وده بيسموه
independent pronoun. طيب الضمائر عندي في الدنيا هي ايه؟ انا، انت، انت، هو، هي، نحن. هيكمل بس عشان البورد معايا مش مساعده. انا في الضمير المتصل كان بيصورها راجل قاعد كده وبننطقها اي. امال في الديبندنت بروناون انا بيت، وي. امال في الاندبندنت بروناون انا بيت، الكلمه دي الفازه دي تحتيها الكاف اسمها انك. الله، هتيجي حضرتك او حضرتك سأل طيب ما دي انا ودي انا ودي انا، افرق بينهم ازاي؟ هتفرق بينهم حسب حاجه اسمها الاستخدامات، لما بستخدم كل ضمير منهم على حده. انت هنا بيبقى اك، هنا بيبقى ثو، ملاحظين قبل السافكس لانه متصل اتعلمنا نحط نقطه قبل من نطق الكلمه. هنا هتبقى ان تك. طيب انت في سن ن نتف. هو معلش يا عمال تروح مني وتيجي كده، هحاول ان انا هو هنا بقت الطريشة اللي هي الاف، امال هنا بقت ايه؟ نبات السو، وهنا بقت نتف. هي اس ست نتس. تمام، دي خلينا امسح دي كده دلوقتي واقول لحضراتكم ان دي هي المفرد. انا، انت، انت، هو، هي، دي المفرد بتاعي. هنا الثلاث ضمائر الاساسيه عندي شغالين وموجودين، لكن بعرف الفرق بينهم ازاي؟ بعرف الفرق بينهم من خلال الاستخدامات بتاع كل واحد فيهم. تمام؟ طيب هستاذن حضراتكم همسح. نبدا بقى نشوف الضمائر الجمع. نحن هنا، نحن هنا، اثنين ان، وهنا ان. انتم هتبقى فين، واحيانا فين، واحيانا تن، وهنا. ملاحظين الثلاث شرط دول يا جماعه؟ الثلاث شرط دول الجمع. المصري حط لي الثلاث شرط دول يعبروا لي عن الجمع، الجمع الى ما لا نهايه. وهنا نت سن. اخر حاجه هم هتبقى سن، واحيانا هنقابلها بتتكتب بالكتكوت كده اهو، السمان ده تحتيه ثلاث شرط تبقى او، عشان ده هيبقى عندي في القبطي اكتر. وهنا هتبقى ست، وهنا هتبقى نت سن، او تكون افضل نكتبها بالشكل الالي بتاعها الافضل، نت
دول بالبورد اللي قبليه اللي مسحناه بيمثلوا عندي كل الثلاث ضمائر الاساسيه. عنده ضمائر ثانيه كتير وعندي استخدامات ثانيه كذا. ما قلنا احنا بنبدا بنتعلم ازاي. طب جميل، احنا النهارده شفنا الضمائر، شفنا اشكالها. هنقف اللقاء الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه على وظيفه كل ضمير. بمعنى امتى احط الضمير ده في الجمله الفعليه يبقى ايه، وامتى احط الضمير ده في الجمله الاسميه ويبقى ايه، ولازم يسبقه ايه. المصري حط له قاعده، حط له سيستم يمشينا عليه. شكرا جزيلا، اشوفكم في اللقاء الجاي. سلام عليكم.